أنامل من الزمن الجميل تصارع أنغام الحضارة في شوارع العاصمة. الأوتار التي يغازلها العم العروسي لا تتمنع له أبداً، فتجود عليه بعبق الفن الأصيل، فلا مقام يعلو فوق مقام الأصالة عند ابن مدينة ورقلة الذي جعل أرصفة شوارع العاصمة ركحاً ينثر فيه سحره الفني، الذي يأخذ السامع على بساط الفن نحو الحقب الجميلة. الملامح البسيطة للعم العروسي تخفي وراء تفاصيلها صورة فنان يستحق العناية والدعم. العروسي بالناهية من ولاية ورقلة، ازدياد 1970، الموهبة، الفن والموسيقى، وخاصة على آلة العود. حكايتي مع الفن أو الهواية الميزان كما يقولوا الإيقاع دربوكا بالدرجة، ومن بعد بديت مع الهواية نتاع أوتار، هوايتي آلة العود. نكتب عندي ثاني، نكتب كلمات ونلحن وحدي، ونخدم أغاني فنانين شرقي مغربي جزائري خليجي، أنواع الفن هوايتي، أنواع الفن. تعلمت وحدي في قرية، موهبة، حب للآلة، ما علمنا حتى واحد، مع الدوام ومع اختلاط حفلات سهرات، يعني موهبة من القلب صح والله. هي مع حب الآلة وحب النغمة الموسيقية وحب المقامات والسولفاج. عندك في الموسيقى العلماء رام ركبوها بين دو ري مي فا سو لا سي دو، هنا ألعب مخك، البقية تحفظ الأغاني والمقامات، هذيك موهبة وانت أذن موسيقية تكون. والله الفنانة بصفة عامة مع شرقي مغربي جزائري محلي صحراوي، يعني أنواع الفن ما فيهاش خيار. محب لصباح فخري ومحب لوديع الصافي وأم كلثوم فريد عبد الحليم، أنواع الفن كل. صارت لي ياسر انعكاسات وياسر فشل وياسر، ولكن الآونة الأخيرة فكرت أني نلتحق بالجزائر العاصمة. شاركت عندي حوالي 12 شهادة شرفية في أعياد استغلال، أعياد ثورة، في مناسبات وطنية. الجميل في صورة العم العروسي أنه مؤمن بفكرة أن عشقه الفني هو فقط من يحرك إبداعه، فتركناه يداعب الحياة ولو من أوتار بسيطة يراها العم العروسي نبضاً لا يختلف كثيراً عن نبض قلبه الذي ينشد أنشودة حب الجزائر. زير تيوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.